صدمة ان انت رايحة في حياتي، وان احنا المفروض طالعين يعني لينا عيلة وحنطلع عيلة، فلما يكون فيها حد يتخطف منك، يتخطف اصلي مثلا ده لا دخل مستشفى ولا عيان ولا في مثلا اي حاجة، عشان تحسي ان الموضوع طبيعي. واحد نزل على رجله ورايح وواقف مستنيكوا وعياله شايفينه ونازلين يروحوله، ومرة واحدة ما تلاقيهوش. بعيدا عن ان ربنا فعلا يعني بيبعت لك تعزيات، تبقي تحسي ان الموضوع فيه صبرك وبيصبرك وكل حاجة، دي يعني احنا ما نقدرش ننكرها. الحمد لله يعني نشكر ربنا. بس يعني لما بنت تسع سنين يعني ما تلاقيش باباها جنب وانا خلاص كده مش هشوفه مثلا تاني، وبنت اكبر منها في الحياه، ايه ده يعني؟